يمكن عايز اقول ان هم شغالين معانا مش اعضاء مجلس نواب، شغالين معانا يمكن بيعتبروا نفسهم من الصندوق، يجوا معانا ويقعدوا ويقعدوا، لا ده هنا كده ده كذا. النقاش دائر ودائما موجود ما بيننا وبصال على حلول مشاكل الناس في دوائرهم. يمكن بعض او معظم الاماكن اللي اشتغلناها كان الداتا بتاعتها والمعلومات والاولويات للعمل كان بالتعاون معاهم في الشغل نفسه. فانا بشكرهم فعلا، الشغل اللي بنعمله معاكم مش تفضل على حد او اظهار العمل، لا ده حمله الناس دي على الاهالي الدايره بتاعتهم في كل مكان. فده شكري والشكر الثالث طبعا للشركه وطن المقاولات اللي هي احدى، ولكن محل مدينه لها طابع خاص، صرح صناعي موجود على مستوى الدوله كلها بيغذي الدوله بصناعات ومنتجات اعتقد ليها اسمها في السوق العالمي كمان. فلازم يكون ليها نظره خاصه طبعا كمدينه ليها طعم وليها اسم في الدوله المصريه. احنا معالي الوزير المحافظ يمكن لمسنا كلنا، وزي ما كل لمس موجود ووجوده على ارض الواقع، ان هو الراجل لما كنا بنيجي نقول له انا عايز اشوف يعني كل عايزين نعمل كذا وكذا في طنطا كانت الميزانيه الاول اللي هو كانت صغيره جدا، خدنا ورانا الموقف ايه، خلال دليل ان هو راجل بينزل برجليه ويشوف بعينه. ينزل تبص الناس والناس عماله يقول له اه مش انا شفتك قبل كده، مش انا خلاص هنعملها هنعملها. فالواضح ان يعني شجعني انا شخصيا ان المبلغ يمكن المفروض دلوقتي يمكن اكثر من اربع خمس اضعاف